حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنناقش فيها جهود استئناف المباحثات السياسية بين الحكومة وسلطة الميليشيا. بعد جولتين سابقتين لم تخرج بشيء، توقف المسار السياسي للأزمة اليمنية إلا من محاولات مشتتة تبدو بلا هدف خلال الأسابيع الأخيرة. مؤخرا بدأت جهود المجتمع الدولي في التركيز على قضايا محددة يسعى من خلالها المبعوث الأممي والدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن لتحقيق اختراق على هذا المسار في وقت تقترب الحرب من اكتمال عامها الأول ضد سلطة الميليشيا. خلال اليومين الماضيين تجمعت عدد من الخيوط التي تشير إلى أن جولة جديدة من المباحثات قد تعقد خلال الأيام المقبلة. ضغوط على الحكومة للعودة إلى المسار السياسي تقابله الحكومة بالاستعداد لتلك العودة في حال التزم المتمردون بقرارات مجلس الأمن الدولي وبنود الجولات السابقة من المباحثات، وهو الأمر الذي يبدو أو يبدي المسؤولون الأمميون تأييدهم له، غير أنهم لا يقدمون شيئا للضغط على سلطة الميليشيا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. في ظل استمرار الحرب تبدو هذه المحاولات كما وصفها المتحدث باسم الخارجية المصرية مجرد محاولات هشة، لكنها ضرورية للخروج باليمن من نفق الحرب الذي صار طريقا مفضلا للكثيرين بعد أن أفشلت الميليشيا كل محاولات الخروج منه سابقا. جهود استئناف المباحثات السياسية وفرص حل الأزمة اليمنية سياسيا ستكون محور نقاشنا لهذا المساء. قبل البدء بالنقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. مرة أخرى يعود الحديث عن حل سياسي للأزمة اليمنية على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم على هذا المسار بعد جولتين من المباحثات. وزير التجارة وعضو فريق الحكومة للمفاوضات الدكتور محمد السعدي أكد أن وفدا أمميا موجود حاليا في الرياض ويجري مناقشات مع الحكومة اليمنية بشأن استئناف المفاوضات، مؤكدا استعداد الحكومة المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات، إلا أن سلطة الميليشيا تعرقل ذلك من خلال اشتراط وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي حوار. فيما كان وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه بالسفير البريطاني على ضرورة استمرار الضغط على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن واستعادة الدولة وإحلال السلام. مصادر حكومية أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تكثفان تحركاتهما لإحياء العملية السياسية في اليمن، وذكرت المصادر أن سفيري الدولتين يواصلان الضغط على الحكومة لاستئناف المفاوضات خلال شهر مارس الجاري بالتوازي مع تحركات يجريها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عواصم المنطقة. ولد الشيخ كان قد وصل العاصمة المغربية الرباط، ومن المتوقع أن يصل للرياض خلال اليومين القادمين لبحث جهود استئناف المباحثات بين أطراف الأزمة اليمنية وإجراءات بناء الثقة التي توقفت عندها الجولة السابقة من المباحثات بعد رفض الميليشيا الالتزام بها. التلخيص الأوضح لما يجري من تحركات على الصعيد السياسي لحل الأزمة اليمنية جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية الذي أوضح أن فرص عقد جولة جديدة من المحادثات لا تزال هشة، وأن ما يجري الآن هو محاولات للتوصل إلى محددات أساسية يمكن على أساسها استئناف المفاوضات والانتقال إلى مرحلة أخرى حسب قوله. وبين محاولات البحث عن طريق إلى السلام وبين استمرار الحرب ووصولها إلى مرحلة حاسمة، تبقى أعين اليمنيين مفتوحة على المسار الذي يصل بهم أولاً إلى نهاية هذه الأزمة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب بكم في زوايا حدث هذا المساء الذي سنناقش فيه آخر المستجدات على الصعيد السياسي وجهود العودة إلى طاولة المفاوضات بين الحكومة والميليشيا. وسيكون معنا من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي، وأيضا من دبي السيد علي الزكريا المحلل السياسي، وكذلك مانع المطري الناشط السياسي. سيد مانع مساء الخير. سيد مانع مساء الخير. سيد مانع هل تسمعني؟ مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد مانع معنا. إذا بدأنا سيد مانع عن كيف تبدو توجهات العودة إلى المسار السياسي في اللحظة مع اقتراب قوات الحكومة من العاصمة صنعاء، ويبدو أن ملامح الحسم العسكري بالنسبة للشرعية أكثر حظا من الحل السياسي. أعتقد أن المسار العسكري كل الأطراف لا تريد هذا المسار، أو بالأصح الحكومة لم تكن يوما تريد المسار العسكري. خاضت حرب مرغمة على يوم تريد هذه الحرب، لكن التزامات الحكومة تجاه الشعب هي من يجبرها أو يحركها
او هو الدافع الرئيسي تجاه تحركها العسكري لحمايه المواطنين من بكر الميليشيات. نعم. حقيقه الامر انه فيما نسمعه من تصريح هذا المسؤولين الحكوميين انه رغم التقدم العسكري الا ان الحكومه جاهزه ومستعده للذهاب لمشاورات سياسيه جديده تفضي الى تحقيق او تطبيق قرار مجلس الامن 2216. نعم. لكن هل الطرف الاخر وصل الى قناعه بانه لا جدوى من خياره العسكري وان الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل مزيدا من هذا الاحتراز وان الوضع العسكري ايضا للميليشيات لم يعد قادرا على الصمود، هل وصل الى هذه القناعه؟ انا اعتقد انهم لا زالوا مصرين على المثابره وعلى اعتقادهم ان عامل الوقت في صالحهم، انه كلما طالت الحرب كلما اتيح لهم فرصه لمخاطبه المجتمع الدولي. اذا ما اذا ما تمت العوده الى الحل السياسي، برايك من هو المستفيد؟ هل هي الميليشيا الانقلاب التابعه لميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع ام الحكومه الشرعيه واليمنيين؟ انا اعتقد ان هذا السؤال ينبغي ان تكون اجابته وفقا لمعطيات الحل السياسي. هل الحل السياسي سيكون تحت مظله الامم المتحده وفقا لقرارات مجلس الامن وقرار 2016 متكئا على المبادره الخليجيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ إذا كان كذلك أنا أعتقد أنه سيكون حلا مرضيا لكل الأطراف ومحققا لتطلعات الشعب اليمني. أي حل سياسي خارج هذه المعطيات أنا أعتقد أنه سيكون مجرد تأجيلا للصراع والدفع به إلى مرحلة أخرى. أنا أعتقد أيضا أن الحوثيون الآن يلعبون أو يتلاعبون هم وعلي عبد الله صالح بموضوع الفشل الأمني في عدن وفي بعض المحافظات من خلال تحريكهم أدواتهم وعدم السماح للحكومه بخلق حاله من الاستقرار هناك، وهنا يخيف المجتمع الدولي بان دخول العاصمه صنعاء سيؤدي الى حاله من الانفلات مثل ما حدث في عدن، وانا اقول العكس تماما سيحدث. نعم. هذه صنعاء من الميليشيات ستهدى عدن وسيكون هناك وضع امن في مختلف انحاء الجمهوريه على مستوى الامن الاقليمي عموما. لكن نعم سيد مانع، نعم ما ذكرته سيد مانع ما ذكرته يبدو انه يتناقض مع ما طرحه رئيس الجمهوريه في اخر المقابله معه في صحيفه عكاظ السعوديه، والتي اكد فيها ان معركه صنعاء لن تكون الا بعد تحرير تعز والحديده. عموما رئيس الجمهوريه هو عندما تكلم بهذا الشان لا اعتقد انه يقصد ان هناك خطه عسكريه بهذا الاتجاه، وانما هو يحدد ما هي اولويات الحكومه في التحرير. هناك حصار خانق على مدينه تعز، والحكومه ورئيس الجمهوريه يرى ان هناك مسؤوليه على الحكومه في تحرير هذه المدينه وانهاء الحصار، لكن انا هنا اتكلم من ناحيه استراتيجيه ان تامين تعز وتامين عدن مرتبط بتحرير صنعاء. نعم. وهي من يفسد في عدن وفي تعز وفي كل المناطق. نعم. طيب مانع تكرم بالبقاء معنا، ينضم الينا الان الصحفي في رئاسه الجمهوريه سيد مختار الرحبي. مختار مساء الخير. مختار مساء الخير. على فكره الصوت مره طويل، على فكره يعني ما الصوت. اهلا بك سيد مختار معنا. اذا تحدثنا يعني يبدو هذا الاسبوع شهد الكثير من التحركات على صعيد احياء المسار السياسي والعوده الى المباحثات، اذا وضعتنا بصوره اوضح عن هذه المستجدات والمساعي الاخيره التي دارت خلال الاسبوعين الاخيرين. سيد مختار هل تسمعني؟ يبدو ان هناك اشكاليه مع السيد مختار، اذا اعود الى السيد مانع المطري. مانع اذا تحدثنا عن يعني التحركات الاخيره التي يعني تبذلها المجتمع الدولي وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا، ويبدو انهم يعني يسعون جاهدين هذه المره من اجل عوده المسار السياسي. يبدو ان هناك تبادل ادوار كما يقول البعض، يعني كانت الاشهر الماضيه روسيا يبدو انها كانت يعني تتصدر هذا المشهد، الان امريكا وبريطانيا تضغط بقوه لعوده المسار السياسي. انا اعتقد ان المجتمع الدولي لم يشهد بتاريخ مجلس الامن وحده حول قضيه ما مثل ما يشهد الان على الملف اليمني. كل القوى الدوليه مصره على او متمسكه بقرار مجلس الامن 2016، وهذا واضح وجلي في تصرفاتهم، لكن مساله الضغط على تنفيذ القرار لا اعتقد انها بالشكل الذي يتيح مساله تطبيقه، فهي هناك حاله من القبول بما تقوم به عاصفه الحزم ومن خلال انها او باعتبارها
هي عملية عسكرية من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يضمن إعادة الشرعية، لكن مجرد السكوت على هذا الأمر لا 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 يكفي. أنا في اعتقادي أن هذه القوى معنية بممارسة دور إيجابي باتجاه الضغط على تنفيذ القرار. نعم. عموما أنا لا أعتقد أن بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية تقف باتجاه آخر مناوي إلى الشرعية، هي تقف إلى جانب الشرعية وتدعم الشرعية في هذا الاتجاه، بالإضافة أيضا إلى روسيا وفرنسا والصين. نعم. كل هذه القوى تقف إلى جانب الحكومة، ولا داعي بأن نثير ملفات ليست موجودة أصلا. هذه القوى تقف إلى جانب الحكومة، نسعى لتعزيز دورها في الضغط على أو نحثها على تعزيز دورها في الضغط على الميليشيات، لا أن نتهمها بأنها معطلة. نعم. الآخر لأنها ليست كذلك، هي لو كانت معطلة والآخر لأعلنت هذا الشيء بشكل صريح، لأنها لا تخشى مننا ولا تخشى إلا على مصالحها بالأمس. نعم. وأنا أعتقد أنها تدرك أن الحكومة الشرعية والاستقرار هو من يضمن مصالح هذه القوى. نعم. هل تعتقد مانع بأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تسعى بنفس يعني بضغوطات كبيرة يعني على الميليشيا والرئيس المخلوع من أجل العودة للحل السياسي وتنفيذ القرار الأممي بنفس ما يعني الضغوطات التي تقوم بها أمام الحكومة الشرعية؟ أنا أعتقد أنها يعني إلى حد ما هي أوقفت تعاطيها مع الميليشيا وتتعامل مع الحكومة الشرعية بشكل واضح وصريح وجلي أمام الناس، لكننا نرى أن الضغوط التي تمارس على الميليشيا ليست كافية، نحتاج إلى ضغوط أكبر، نحتاج إلى دعم دولي أكبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وهذا هو ما أنا أحس به القوى الدولية على القيام به. ينبغي أن نسمع القوى الدولية وأن نوضح لهم الصورة بشكل جلي أن استمرار الحرب في اليمن ليس من مصلحتهم كما ليس من مصلحتنا. أيضا استمرار وجود الحالة الميليشياوية الانقلابية في صنعاء خطر على أمن اليمن وعلى أمن المنطقة والعالم. أشكرك جزيل الشكر مانع المطري، عضو اللجنة المركزية لتنظيم الوحدوية الناصري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله من جديد. إذن ينضم إلينا الآن المحلل السياسي زايد جابر. زايد مساء الخير. مساء الخير لك. أهلا بك سيد زايد معنا. إذا تحدثنا سيد زايد عن جهود ومحاولات جديدة للعودة إلى المسار السياسي، باعتقادك هل هناك من فرصة فعلا حقيقية لنجاح هذه المساعي؟ يعني الحقيقة المسار السياسي غير يعني ليست هناك أرضية للعودة للمسار السياسي في ظل هذا الواقع القائم اليوم. هناك اختطاف للدولة، هناك يعني قتل للسياسة، هناك يعني وضع غير طبيعي، دولة مختطفة، يعني مسار سياسي دون تطبيق قرار مجلس الأمن 22/16 ودون عودة الدولة المختطفة ونزع سلاح هذه الميليشيات ويعني إنهاء الانقلاب. يمكن بعد ذلك الحديث عن مسار سياسي والعودة إلى الحوار وبحث استكمال المبادرة الخليجية وما إلى ذلك، أما في ظل هذا الوضع يعني الحوثيون يحاولون يعني إعطائهم فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب وضعهم العسكري والاستمرار في يعني سيطرتهم على الدولة، وهو مسار عبثي لا يمكن أن يكتب له النجاح لأن الواقع الموضوعي يقول ذلك. نعم. زايد، الكثير بعض المراقبين يتحدثون لماذا يتعامل المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع بأنهم طرفي أزمة في الصراع في اليمن، وفي الحقيقة هم انقلبوا على سلطة شرعية منتخبة في البلد. يعني الحقيقة الانقلاب واضح وقرار مجلس الأمن صريح، ولكن الدول الكبرى لها حسابات معينة. هم يعني الحوثية هناك تعاطف كان واضحا معها منذ البداية وليس منذ أن تم فرض وجودها وحضورها في مؤتمر الحوار الوطني، وهي ميليشيا مسلحة وليست حزبا، وتم التغاضي على ابتلاعها للمناطق بالقوة العسكرية وعلى طردها للمواطنين ومخالفيها والتغاضي عن سلاحها لحسابات كثيرة. وربما سعى الحوثيون وصالح مؤخرا إلى إقناع يعني هذه القوى أنهم سيكون طرفا اساسيا في محاربه الارهاب المقصود به القاعده وداعش، وليعني هم لا ينطلقون في الحقيقه ان وجود الميليشيا الحوثيه وسيطرتها على الارض هي
من تغذي داعش وهي السبب الرئيسي لانتشار التطرف المقابل، وليس هناك من حل سوى عودة الدولة ودعم الدولة والتعامل بمقتضى. إذن ما مصلحة المجتمع الدولي؟ نعم زايد، نعم، ما مصلحة المجتمع الدولي إذن في أن يبقي على جماعة لا تقل إرهابا مثل ما ذكرت يعني عن داعش؟ يعني هناك حسابات معينة لبعض الدول، ليست الكل، هناك حسابات إقليمية ودولية، هناك حسابات محلية أيضا. ربما تحدث بعض المسؤولين في يعني الأمريكيين وغيرهم أن الحوثيين جادين في حربهم للقاعدة، وأنه لم يجدوا أن هناك ضعفا في هذه الدولة وكونوا هؤلاء شركاء. ويعني هناك من يرى أن الدول الغربية تريد أن تستخدم هؤلاء كما استخدمت الأقليات في أكثر من منطقة لتحقيق بعض الأجندات والضغط على دول الأقليم بما فيها المملكة العربية السعودية. يعني في الأخير هذه الدول ليست جمعيات خيرية وليست كما تدعيها، لها حسابات ومصالح خاصة لا تتوافق غالبا مع مصالح الشعوب العربية ومع ما المنطقة العام الذي تتحرك به. نعم. ومن أجله هذه الدول. نعم. زايد، بالنسبة للمسار العسكري إذا ربطناه بإحياء العملية السياسية، هل سيتأثر بقرار العودة إلى المباحثات من وجهة نظرك؟ يعني بكل تأكيد إذا تمت، يعني لكنني أعتقد أن المسار العسكري يمضي، والتعيينات الأخيرة وتعيين نائبا أعلى للقوات المسلحة يؤكد من جهة أخرى أن المسار العسكري سيمضي غير ملتفتا لما يمكن أن يتم من حوارات سياسية ليست سوى إلهاء والكل يضحك على الكل، في حين أن الحوثي لا يمكن أن يتخلى عن سلاحه في أي يعني حوار قادم، ولا يمكن أيضا للشرعية ولقوى التحالف أن مجرد أن يحدث حوار سياسي أو أن تقبل تحت ضغط المجتمع الدولي أن يتوقف المسار العسكري أو تتوقف العملية العسكرية. وبالتالي أنا أعتقد أن العمل العسكري سيمضي، وأن هناك محاولات جادة يعني للحسم العسكري لن يتأثر كثيرا. نعم هذه المحاولات، نعم جولة جديدة من المفاوضات. نعم هذه المحاولات الجديدة زايد يعني كما ذكرت يعني تأتي في ظل الحديث عن ضغوطات أمريكية بريطانية على الحكومة للعودة للمسار السياسي، يعني هل نستطيع القول بأنها يعني بأن هذا القرار من قبل بريطانيا وأمريكا بعدم السماح باستمرار الحرب ودخول صنعاء بالقوة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي؟ يعني أنا أعتقد أنه كلما تأخر الحسم العسكري سنشاهد سيكون هناك ضغوطات أكبر. يعني في الحقيقة أنه ليس من مصلحة الشرعية ومن مصلحة دول التحالف البطء والتأخير في الحسم العسكري وفي حل المسألة وإضعاف هذه الميليشيات على الأقل بما يجعلها ترضخ لتنفيذ القرار. يعني كلما تأخر الحسم على الأرض كلما زادت الضغوطات على الحكومة وعلى يعني التحالف العربي للعودة إلى المسار السياسي، لأن المجتمع الدولي لن يقبل أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية وأن تستمر، خصوصا مع سقوط أبرياء، مع تداعيات الحرب وآثارها على الأرض، مع يعني هناك ارتفاع مخيف بنسبة الفقر و المجاعة في أكثر من منطقة وانتهاكات حقوق الإنسان وما إلى ذلك. هذه ملفات تؤثر بلا شك، ولهذا ليس هناك من حل سوى يعني الإسراع بعملية الحسم العسكري واستكمال المسار العسكري أولا بما يجعل هذه يعني العودة إن تمت إلى المسار السياسي بعد ذلك من منطلق تنفيذ القرار الدولي. لكن أي عودة إلى المسار السياسي في ظل هيمنة وسيطرة وبقاء قوة الميليشيات على الأرض يعني لن يأتي بأي نتيجة بعد ذلك. زايد يعني المتابع لما يعني حول الأزمة اليمنية، يعني مؤتمر جنيف 1 وجنيف 2، كل المشاورات، كل الاتفاقيات التي يعني تقودها الأمم المتحدة يعني تصل في النهاية إلى الفشل. هل باعتقادك هذه المرة لا زالت الأمم المتحدة قادرة على قيادة المسار السياسي في البلد وعودته وإيقاف العمل يعني العسكري؟ يعني الحقيقة الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة هم يقولون نحن إلا مجرد ميسر للأمر، هم يعتقدون أن مجرد يعني قبول الأطراف الالتقاء على طاولة المفاوضات يعد ذلك إنجازا، لكن الحقيقة ليس هناك إنجاز، لأنه الأمم المتحدة لم تمارس ضغوطا لتنفيذ حتى ما تم الاتفاق عليه في يعني في جنيف 1 أو جنيف 2. يعني هناك أشياء، هناك مطلوب
يعني إبداء حسن نية بعض القرارات أو بعض المطلوب أشياء بسيطة مثل إطلاق المعتقلين، مثل السماح يعني فك الحصار عن تعز أو أشياء من هذا القبيل من أجل إبداء حسن النية تجاه الحوار. حتى هذه القضايا لم يتم البت فيها والحسم فيها، وبالتالي أعتقد أنه لا جديد حتى الآن، يعني لم تحدث خطوة مما تم الاتفاق عليه في جنيف 2 حتى نقول أن أي حوار جديد سيختلف عن الأول. سيظل الناس يعودون إلى نقطة الصفر لأنه لم يتم تحقيق أي تقدم خلال الفترة الماضية، ولن يعني لا أتوقع أن تكون هناك نتائج ذات بال في أي مفاوضات قادمة. نعم سيد زايد، نعم سيد زايد، يعني ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع المدعومة من إيران، الكثير يتحدث مضير أن تقود إيران عملية وتدعم عملية سياسية تكفل لحلفائها بمستقبل سياسي في اليمن. لماذا تصر على الحل العسكري ودعم الميليشيا للقتال أكثر وتطويل أمد الحرب؟ يعني الحقيقة هذه مسألة إيران للأسف الشديد يعني لا تتحرك من خلال السياسة. إيران تدعم وتستخدم الأقليات في يعني وإثارة المذهبية، وبالتالي وهذه الأقليات نفسها تشعر يعني كالحركة الحوثية مثلا تشعر أنها لا مستقبل لها في مناخ سياسي يعني آمن وسلمي وغير مسلح. هؤلاء يعني يدركون حجمهم الطبيعي لم يعني يؤهلهم لحكم اليمن، وهم ينطلقون من أساطير ومن أحقية حكم إلهي وما إلى ذلك ومن أيديولوجية مغلقة، وبالتالي يعني يرون السلاح جزء أساسي من هذا المشروع. وإيران يعني لا تريد لهم فقط أن يكونوا مجرد شركاء في هذا البلد أو ذاك، هي تريدهم أداة لتحقيق هيمنتها على المنطقة ولتقايض به الدول الإقليمية في النفوذ وتوغلها في سوريا وما إلى ذلك. هي لا يهمها مصلحة هذا البلد وليست مجاورة له، وإنما تستخدمه أداة كما تستخدم الأقليات في أكثر من بلد للأسف الشديد. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السيد زايد جابر، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. إذن مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكر ضيوفي الذي كانوا معي عبر الهاتف السيد مانع المطري وأيضا السيد زايد جابر. على كان من المفترض أن ينضم إلينا السيد مختار الرحبي لكن لم نتمكن الاتصال به. شكرا لحسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن.